أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل الخير بحلقة جديدة من برنامجكم منتصف النهار الذي يأتيكم عبر الشرقية نيوز من الأحد للخميس. معكم رندا وعلي، أسعد صباحك ومساءك علي. أسعد أيامك كلها يا رندا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. حلقتنا الجديدة فيها الكثير والكثير من الفقرات المنوعة والجديدة، مشوار جديد عبر الشرقية نيوز في منتصف النهار. نبدأ هذا المشوار بأبرز العناوين، نتابع. بهدف تطوير التعليم في العراق، وزارة التربية تتبع نظاما جديدا يتضمن إشراك طلبات المدارس في اختبار أو في اختيار وقت الامتحان الوزاري وجدوله. النسيان هل هو نعمة أم نقمة في حياتنا؟ موضوع قضيتنا لهذا اليوم. وفي فقرتنا الصحية سنتحدث عن أهمية ممارسة الرياضة لجسم الإنسان للحصول على جسم سليم ولياقة بدنية عالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بأبرز الأخبار المحلية. وأعلنت وزارة التربية اتباع نظام جديد يتضمن إقرار مواعيد الامتحانات الوزارية وجداولها باستبيان رأي الطلبة بما يتناسب مع تطلعاتهم ورغباتهم. وأبدأ وزير التربية محمد إقبال في بيان صحفي تفاؤله بنجاح هذه التجربة وإمكانية توسيعها لتشمل ملفات أخرى ومدارس مختلفة في بغداد والمحافظات. يشار إلى أن وزارة التربية تقيم مطلع شهر حزيران في كل عام الامتحانات الوزارية لطلبة الصفوف السادسة الإعدادي بفروعه والثالثة المتوسط والسادسة الابتدائي، وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد مواعيد وجدول الدروس التي يجري الامتحان بها من قبل الطلبة. وقامت نقابة الفنانين في قضاء توز خورماتو بمحافظة صلاح الدين بتنفيذ مبادرة جميلة تضمنت طلاء جدران المدارس بلوحات فنية توعوية رائعة. ومن بين الرسومات التي نفذها أعضاء النقابة أشكال فنية تدعو إلى الحفاظ على النظافة واستثمار الوقت، علاوة على الرسومات التي تحث على حب الوطن والوحدة ونبذ العنف. احتفل معهد أكد الثقافي في بابل بعيد المرأة العالمي من خلال إطلاق مشروع الخياطة خبز دائم في بابل بدعم من السفارة الأسترالية في العراق. وأكد المعهد أن المشروع تشارك فيه 75 أرملة ومطلقة ونازحة لاكتساب مهارات في الخياطة لتحسين الوضع المعيشي لهن ولأسرهن. وقال مدير معهد أكد الثقافي عدنان بهية إن المشاركات يتم إدخالهن في دورات الخياطة من أجل تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي لهن عن طريق توفير مصدر رزق دائم يمكن أن يؤدي إلى تغير في نمط حياتهن نحو الأفضل، مبينا أن كل متدربة ستحصل على ماكينة خياطة مع ملحقاتها وأقمشة أيضا لتتمكن من الخياطة والمباشرة بعملها. مبادرة رائعة وفكرة رائعة علي، يعني دعم النساء في كافة القطاعات وخاصة في الخياطة وإعطاء ماكينة خياطة ربما ستجعل من وقتها مختلف وتقضي أوقاتها بطريقة مختلفة وبالإضافة إلى دخل زائد. وما ننسى كل عام والمرأة بألف خير برضو اليوم كمان. يلا ننتقل وإياكم إلى قضية المنتصف بعد فاصل قصير. أهلا بكم في قضية المنتصف. راح نتحدث اليوم عن النسيان، هل هو نعمة أم نقمة؟ طبعا الكل تمر في حياته الكثير من المواقف، إن كانت سعيدة أو إن كانت حزينة أو أيضا إن كانت محرجة أحيانا. معظم هذه المواقف ننساها أو نتعمد أن نتناساها، فإذا تمكن الإنسان من نسيان الأشياء المؤلمة في حياته فإن هذا يعد نعمة من الله عز وجل ليتمكن من إكمال حياته. أما إذا كان النسيان يشمل الأشياء السعيدة أو التي يحتاجها الإنسان في مشوار حياته أو تفاصيل الحياة اليومية سواء في الدراسة أو العمل أو العلاقات الاجتماعية، ففي هذه الحالة يتحول النسيان إلى شيء ضار. والسؤال الذي طرحناه اليوم،
هل النسيان يعد نعمة أم نقمة؟ طبعاً رح نتعرف على أجوبة الناس على هذا السؤال من خلال الاستطلاع اللي عده لنا زميلنا في بغداد سيف عبد الوهاب، لنتابع. حياكم الله احبتنا متابعي برنامج نصف النهار. الكثير من المشاكل تواجه مجتمعاتنا اليوم في العراق، ربما هذه المشاكل تجعل المواطن ربما ينسى او لا ينسى. اليوم موضوعنا هو النسيان، هل هو نعمه ام نقمه؟ ابقوا معنا يعني خلينا نشوف اراء المواطنين من خلال هذا الاستطلاع. النسيان نقمه ام نعمه؟ لا نعمه. يعني احنا نشوف يعني هذه النسيان بالنسبه للانسان، يعني حتى ينسى مثلا اكو مواقف مؤلمه، اكو مواقف مثلا تاثر على شخصيه الانسان، تاثر على حياته. فاشوف انه النسيان هو فد نعمه للانسان. وهو جاي من كلمه انسان، جاي من كلمه النسيان، انه الله خلى هذا الموضوع انه حتى الانسان لا يكون يفكر في موقف معين ياثر على حياته اليوميه او على حياته. فشوفه أني نعمة يعني بالنسبة للإنسان. موقف صادفك وأنه من الصعب تنساه؟ موقف مؤلم مفرح. يعني إذا كان مفرح أو شو اللي ممكن الواحد ما يقدر ينساه؟ والله أني ما قد التخرج مالتي وحصولي على الدبلوم بالطب، هذا ما أنساه إن شاء الله، هو وفاة والدتي. النسيان نقمة أم نعمة؟ والله هو يعني كل شيء بوقته، مرات النسيان يفيدك يكون نعمة طبعا، ومرات يضرك، فيعني كل شيء بوقته. فأنت بنيا ناحية تريد تسأل؟ كل النواحي. والله إذا هيك مصيبة أنت طبعا تنساها أو ظلك، تمام؟ بس إذا شغلة حلوة تريد تتذكرها على طول، لا فرح تضرك هاي. إذا شغلة حلوة. موقف صادفك انه من الصعب تنساه؟ والله يعني تدري المصائب اللي مرت علينا هوايه، بس انا شخصيا يعني كانت وفاه الحجيه شويه يعني ما ينسي. اي هذا اهم شيء. بس ايش نفس السؤال؟ النسيان نقمه ام نعمه؟ بالنسبه لي لا نعمه. يعني شفناه، يعني هواي شغلات شفناها. واحد شلون يقدر ينسى مثلا؟ يعني مثلا ما ينسي، بس يعني يا ريت واحد ينسى. زين، موقف صادفك انه من الصعب تنسي؟ يعني وفاة اخوي قتلوه، هاي ما ينسي. النسيان نقمة ام نعمة؟ بعض الاحيان نعمة، يعني اذا وضع كان يعني وضع مو زين شويه، يعني الانسان النعمه الله ينطيه اياها للنسيان. اي الحمد لله. يعني تقدرين تنسين مثلا؟ اقدر انسى بعض، مو اقول لك بعض الاحيان، مو على طول. اي مو على طول. موقف من الصعب تنسيه؟ والله الموقف الصعب ما ينسي، ما ينسي، تبقى تتذكر. يعني انا بس اثر بي استشهاد يعني زوجي ابو ولدي. اي هذا كلش ما انساه. اي واثر بينا هوايه. بس الحمد لله ربك ينسي شويه، يعني تنسي صبرك. الحمد لله. النسيان نقمه ام نعمه؟ والله هو ممكن يكون نقمه، ممكن يكون نعمه. يعني اكو شغلات قاسيه عليك، جارحتك من الدنيا، تحاول تنساها طبعا. هاي يسموها النعمه. اكو اشياء لا، مثلا اكو اشياء بحياتنا اليوميه احنا ننساها مجبورين. لا هاي تصير نقمه مثلا. تنسى ايش عندك، تنسى وين نظام شغله صح ولا غلط، تنسى ماضي صار، تنسى عبره لازم تصير لك، حتى تتذكرها حتى تبقى لك عبره. للعراقيين يعني مو نعمه، اللهم لو ما قال النسيان ما يبقى عراقي عايش على وجه الارض، لان شنو النسيان من الله انطاه، تنسى همومك، والنسيان الله جعله للانسان شلون المهدئ، ينسيك الالام يوم عن يوم تنسى. لان الحمد لله اشكر ان شاء الله هي الهموم خلصانه، والله يعني غير الواقع وغير الحاله وانتاني الخير ان شاء الله. بس النسيان نعمه من نعم الله الكبيره اللي انطانا اياها. زين، موقف ربما اثر بيك وما قدرت تنساه الى الان؟ فراق الحبيب. فراق الحبيب يعني صعبه تنساه، الانسان اللي تحبه الحب الصادق صعبه تنساه.
إذا شكرا طبعا لمراسلنا من بغداد سيف عبد الوهاب. اليوم راح نتحدث عن النسيان، يعني كما تحدثنا في بداية يعني مقدمة هذه القضية وهذا الموضوع اليوم، النسيان يعني كل شخص يمر بحياته بظروف سعيدة أو حزينة أو ربما محرجة أحيانا، فإذا يعني أيضا في حياة كل شخص ربما نفقد عزيز أو غالي، في هذه الحالة النسيان ربما يكون نعمة أنه يخرجنا من الواقع، من الذكريات المؤلمة إلى ربما واقع جديد. أما إذا كان النسيان يتعلق بالدراسة، يتعلق بالحياة اليومية، بالحياة الاجتماعية، ربما يكون النسيان إذا ما يعني ارتفعت نسبته عند الإنسان يكون نقمة على هذا الإنسان. أيضا الحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم إلينا من بغداد مباشرة أستاذ علم النفس في الجامعة المستنصرية الدكتور رضاب الخالدي. حياك الله، مرحبا بك دكتور رضاب. اهلا وسهلا بكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بدايه اقدم الشكر الجزيل لقناتكم الكريمه. نعم. بان نتحدث حول موضوع النسيان، وحضرتك قدمت مقدمه لطيفه حول النسيان. شكرا. ممكن لي ان ننطف التعريف بسيط للنسيان. طبعا هو حذف السلوك وضياع المعلومات. نعم. نعم. النسيان طبعا يرتبط ب مرحلة عمرية واحتمال مثلا بموقف معين، وإذا نأخذ بنظر الاعتبار أنه إذا كان النسيان ارتبط بخبرات الفرد سابقا، مثلا تراكم النمو المتطور للفرد يطلب من عنده أنه شنو؟ أنه ينسى الخبرات السابقة ويلم بمفردات جديدة وينسى المفردات القديمة. عليه أنه هنا راح تكون فضيلة، يعني نعمة. النسيان راح يساهم يعني كآلية، يساهم بالجهاز العصبي في تطوير مواقف الفرد، وبالتالي انه ممكن يعني يضم سلوكه الى انه يكون كيف تعديل نحو الواقع اللي يعيش به. النسيان اذا كان طبعا يرتبط بموقف معين مؤلم او صدمة مؤلمة، راح يكون هنا عندنا راح تكون فد ميكانيزمه معينه نطلق عليها هي الكبت. الكبت هو طبعا نتجاوز به الواقع المؤلم، لانه حقيقه الواقع جهازنا العصبي يعني بفد نمط معين انه يختزل الواقع المعقد الى واقع ابسط، لذلك انه هذا الاختزال يخلينا كيف نتكيف مع الواقع اللي بحيث نتجاوز المحنه اللي ممكن نمر بها. اما اذا كان النسيان ناخذه بنظر الاعتبار ارتبط مثلا باسلوب تعلمي. هنا الاسلوب التعلمي طبعا نلاحظ انه مثلا الفرد حينما يتعلم سلوك معين لابد انه شنو؟ راح انه يقترن بارتباطات معينه حتى وين يخزنها بالذاكره. النسيان هنا اكدوا عليه علماء النفس انه احنا هناك نظريتين عندنا، نظريه التاكل ونظريه التداخل. التاكل هذه النظريه طبعا انه المعلومات تتاكل لدى الفرد، شلون احنا نوصف مثلا ستائر اذا تتعرض لاشعه الشمس ممكن تتاكل، وطبعا هذه اثبتت الدراسات انه هذه صعوبه القبول بهذه الفرضيه او هذه النظريه. يعني دكتور اجى طبعا دكتور احيانا نرى لا. بعض الاشخاص يتبعوا نظام التناسي، يعني هناك من ينسى وهناك من يتناسى موقف معين، فهل تستطيع ان تقول لنا اذا هنالك فرق حقيقي بين النسيان والتناسي؟ هل الدماغ لديه القدره على تجاهل بعض الامور التي تحدث بالحياه، مثلا واقع اليم، موضوع ممكن ان يكون يغص على نفسه او شيء كذلك؟ نعم. هنا التناسي راح يكون دور اللاشعور يشتغل هنا عندنا، لانه الموقف اذا كان مؤلم، اذا كان الموقف مؤلم بهالحاله الفرد انه يحاول انه يتجاوز الواقع اللي ما يستطيع ان يعيشه، اما يكون لا شعوريا يتصرف ويتناسى الموقف، او انه بارادته يحاول يجتاز هذه المحنه حتى يتناساها بينما هي تاثر في سلوكه. طبعا تاثر في سلوكه بين لحظه واخرى، هو كبتها، هو كبتها الفرد يكون كبتها باللاشعور، لكن احيانا بلحظه اخرى تضغي الى الشعور وممكن تاثر على تصرفاته. مرات احنا نشوف نلاحظ نفسنا انه اتصرف تصرفات ضايج او اكون مضطرب في سلوك معين ما اعرف شنو السبب، هذا شنو؟ تاثير ما كبتها في اللاشعور.
نعم. طيب يعني التناسي راح يبقى يكون ارتباطي بالواقع. حتى اتجاوز المحنه، ما انه يكون عندي فرستريشن يعني احباطات بحيث انه ما ممكن انه اجتاز الموقف اللي بعده. لا، لابد انه نتناسى هذا الشيء حتى اجتاز المراحل اللاحقه. نعم. اما مثل ما نعم استمر نعم. مثل ما قلت انه عندنا نظريه التاكل دحضت وعندنا التداخل، وطبعا اجى بها احد علماء النفس برودبنت بانه طبعا اشتغل على الذاكره قصيره المدى. انه حينما نخزن معلومات معينه مثلا على ذاكره قصيره المدى، نخزن هذه المعلومات، المعلومات اللاحقه راح تخترق المعلومات السابقه، يعني يحدث اختلال. هذا الاختلال في المعلومات السابقه يعني يكون تاثير المعلومات اللاحقه اكثر مؤثرا في النسيان وبروزا، بحيث اذا تعطي فرد معين مثلا خلينا نقول رقم معين، رقم تليفون او كذا، ويستخدمه، واذا تنطي رقم الاخر ممكن يكون نسب الرقم الاول. هنا تاثرت، لكن التعلم في الخبرات السابقه طبعا هو هنا التعلم في الخبرات السابقه تبقى محفوره في وجدان الفرد. يعني مثلا اذا ناخذ مثلا مهارات معينه، طبعا اهل علم النفس اهتموا بالامور اللفظيه اكثر ما اهتموا بالافعال. طيب دكتور اذا او الوقائع اللي ممكن تحدث في ذات الفرد، يعني فنشوف يعني هو النسيان عموما، يعني لولا النسيان ربما لهلك الانسان. يعني اذا ما نتحدث عن النسيان هو ينقسم الى قسمين مثل ما ذكرنا، انه هناك نسيان يكون في بعض الاحيان نعمه وهناك في بعض الاحيان نقمه. نتحدث عن النقمه اليوم. نعم. ربما هناك الكثير. نعم. من الناس ربما يعني لحظات وينسى، يعني اذا وصلت زوجته مثلا يجلب من السوق غرض مثلا ينسى، او اذا ربما تصل بنا الحاله انه الشخص يبدا بالبحث عن هاتفه او موبايله وهو حامله بيده او بجيبه. يعني هذا النسيان وهذا الامر يعني ما هي اسبابه؟ لماذا يصل الانسان الى هذه الحاله وهو يعني ربما نشوفه شاب ويعني طبيعي ماكو اي نقص به؟ نعم. تحدثت في البداية انه قلت كفضيلة في تطلب مرحلة نمو معينة، انه مفردات معينة حتى ينسى المفردات اللي يمتلكها. تكون نقمة على الفرد، وايضا اربطها بنظرية التداخل المعلومات. المعلومات اللاحقة طبعا راح تتبع ايضا انه عملية خزن المعلومات. حضرتك مثلا ممكن تكون تخزن معلومات معينه في ذاكرتك، اذا ما تنظمها تنظيم مبرمج، يعني بالضبط مثل المكتبه خلينا نقول، اذا ما تبرمجها تنظيم مبرمج ما تستطيع ان تسترجع المعلومات بسهوله. هي الخلل وين راح يكون؟ ما راح يكون في عمليه يعني في اليه الذاكره، بقدر ما هي عمليه الاسترجاع تكون صعبه. بس سؤالنا دكتور انت تحدثت عن نقطه مهمه جدا واللي هي التنظيم، كيف يكون تنظيم هذه المعلومات وكيف يتم يعني ما هي افضل طريقه لتخزين. نعم. المعلومات بطريقه صحيحه؟ الحقيقة تعتمد على انتباه الفرد. يعني أنا لما أكون مثلا أريد أركز على موضوع معين أو أدرك هذا الموضوع، لأنه طبعا طبيعة الجهاز العصبي بإدراك الواقع كم هائل يجيني من المعلومات. نعم. فهذا الكم الهائل ما من المعقول أنه كله أركز عليه. يعني مثلا خلي أقول أنا في ملعب كرة قدم، وإذا شفت الجمهور أمامي يعني ما معقول أنه كل الوجوه أركز فيها. انتقي فد موضوع معين بحيث اخزنه. هنا راح يعتمد على قدرتي في التركيز. نعم. على الانتباه، على لما ادخله. وبعدين لا ننسى انه عمليه ادخال المعلومات اذا كان هناك تشويش معين الخزن ما يكون بشكل صحيح. نعم. اذا عمليه الخزن نخزن بشكل صحيح حتى حينما استرجع المعلومات راح استرجعها بسهوله. يعني هو الامر يتعلق بقدره الانسان على التركيز، و يعني انه كل ما كان التركيز اكبر كل ما كان ربما استيعابه للامر اكثر وحفظه اكثر. نعم. زين. نعم. العمليه العكسيه للنسيان كيف يكون؟ العمليه العكسيه للنسيان كيف تكون من المفترض؟ العمليه العكسيه للنسيان يعني مثلا احنا خلينا نقول الافراط في التعلم. افراط في التعلم مثلا خلينا نقول نسيت مثلا مهاره معينه امتلكها، مثلا مهاره ركوب الدراجه.
يعني هذه المهارة إذا أنا لما حين ما يمر بي عمر معين أريد أركب الدراجة بهالحالة ما راح يكون نسيتها، لكن الإفراط في التعلم راح يكون أيضا لدي الإمكانية أنه تنحفر في ذاتي وفي ذاكرتي، ممكن أنه أسترجع هذه المهارة بسهولة. كذلك النوم، يعني لما نخزن أنا أكون كطالب مثلا خزنت معلومة معينة قرأتها، وبالتالي إن حينما أعرض نفسي إلى كم هائل من المعلومات راح تشوش عملية الخزن، لأنه أنا وين خزنتها في الذاكرة، الذاكرة يعني قصيرة المدى يعني ثواني، إما تنتقل إما قدرة يعني أحد إحدى الدراسات إنه 18 ثانية، يعني إما تنتقل الذاكرة بعيدة المدى أو تبقى وتنتهي. هنا عملية الذاكرة راح إنه حتى أبرمج نفسي بها لازم إنه كيف أخزن المعلومات بالشكل الصحيح تكون قد ثبتت، وبالتالي ممكن إنه ما أعرض نفسي إلى كم هائل من المعلومات، وممكن إنه النوم يقلل من مواجهتي لمن مواجهتي للكم الهائل من المعلومات. صحيح على المعلومات، وبالتالي ممكن طالب نعم. يعني هذا الموضوع سمعناه بأكثر من مرة، دائما بعض الأطباء ينصحون أحيانا أن قبل فترة الامتحانات المذاكرة في آخر ليلة قبل الامتحان تكون سيئة جدا، ومن الأفضل ويفضل أن يعي هذا الشخص أن النوم لمدة 8 ساعات للطالب هي أفضل لترتيب المعلومات وتخزين المعلومات، عدا عن الدراسة اللامتناهية يعني حتى قبل دقائق من الامتحان، فهذا سيزيد من تشويش الطالب. هل هذا صحيح؟ نعم، هو بهالحالة النوم راح يساهم في انه شنو انتقال المعلومة من ذاكرة قصيرة المدى ممكن إلى بعيدة المدى، وأيضا انه المراجعة إذا مشوشة راح ممكن تتبعثر معلومات الطالب وممكن انه ما يجاوب، لكن المراجعة مبرمجة تكون منظمة رؤوس نقاط. دائما نقول لطلابنا احنا انه ممكن يكون يقلل من القلق، القلق اذا تمالكه راح يكون هذا فد استجابة حشوية، يعني هذه الاستجابة الحشوية انفعالية راح تخليه انه يشوش عليه وما يستطيع ان يسترجع المعلومات. الطالب يكون في استرخاء، وننصح دائما طلابنا انه ينامون حتى ما يتحرك. طيب دكتور، اكو سؤال محير الجميع ربما، شنو السبب انه الطالب عندما يعني قبل الامتحان بيوم ربما يبدا ويمسك الماده ويحفظ الماده كلها، عندما يراجع هذه الماده وراها بساعه ما يتذكر اي شيء، ولكن عندما يذهب الى الامتحان يفتح دفتر الامتحان يقرا الاسئله شوف المعلومات تبدا بالتدفق، يعني شنو السبب انه طبعا هذا يعني هذا الوقت ربما قبلها بيوم مثل ما ذكرت عندما يحفظ الى وقت الامتحان نعم. يعني الطالب يكون قلق، هو في نظره وفي داخله انه ما حافظ شيء، بس المعلومات موجوده بالداخل، ليش يسترجعها او تبدا المعلومات بالتدفق وقت الامتحان فقط؟ نعم، احنا عندنا آليتين، يعني التعرف وعندنا عمليه استرجاع المعلومات. الاسترجاع المعلومة طبعا قليل ما ينطي إشارات إلى جهاز الذاكرة بحيث يسترجع الطالب معلومات، لذلك احنا مثلا في الأسئلة حينما ننطيها للطلبة ننطي مثلا خيارات من ضمنها مثلا الإجابة الصحيحة حتى يتعرف الطالب، راح تنطي في الذبذبات أو إشارات معينة للجهاز العصبي وجهاز الذاكرة حتى يسترجع المعلومات بسهولة. هنا ترتبط في طبيعة الأسئلة والأجواء الدراسية ممكن أنه يسترجعها بسهولة. نعم، لكن انه ايضا بنفس الوقت القلق ما يسيطر علينا في الاجابه. صحيح. على كل، من بغداد كان معنا استاذ علم النفس في الجامعه المستنصريه الدكتور رضا بالخالدي، شكرا جزيلا لك. يعني ما قدرنا الاستنتاج بالموضوع علي ان النسيان يتم بطريقه معينه وميكانيكيه معينه في الدماغ لاما خزن صح. المعلومات او التخلص منها بطريقه مختلفه. على كل، فاصل ونرى تواصلكم عبر موقع facebook.com/منتصف النهار. اهلا بكم من جديد، نبدا بتواصل منتصف مع نسمه الخواطر. السلام عليكم، قد يكون النسيان نعمة في أحيان كثيرة وقد لا يكون كذلك في أحيان أخرى، فمثلا نسيان فضل أو عمل جيد أو مساعدة هذا ليس نعمة، أما نسيان أخطاء الآخرين ومسامحتهم عليها ففي هذه الحالة يكون نعمة. خلاصة القول النسيان نعمة ولكن ليس في كل الأوقات. شكرا لك.
أيضا مشاركة من صديقنا الدائم علي يقول: تحية للجميع، لا شك بنعمة النسيان لأنها تجعل الإنسان ينسى بعض آثارات الحياة كتجربة زواج أو حب فاشلة، والنسيان أفضل نعمة لينسى تلك الأشياء، وشكرا. إذن مشاهدينا فقراتنا مستمرة معكم لليوم وتشاهدون أيضا: طفل في بغداد يتحدى الطائفية بعصب عينيه وكتابة عبارات تعبر عن الوحدة على صدره. في بادرة جميلة تعبر عن مدى وعي الشعب العراقي كباره وصغاره، أقدم طفل يبلغ من العمر 10 أعوام على عصب عينيه بالعلم العراقي وكتابة عبارات تعبر عن الوحدة الوطنية وتنبذ الطائفية كتبها على صدره. نعم علي، هذا الطفل اختار شارع المتنبي ليكون منبرا للتعبير عن رأيه الذي أكد والده أن رأي كل الشرفاء والوطنيين في هذا البلد. خلينا نشوف تفاصيل أكثر حول الموضوع مع مراسلنا سيف عبد الوهاب. شنو السبب اللي دفع نور يوقف هاي الوقفة هنا؟ والله هي فكرة بيني وبينه، قلت له بابا ايش رايك لو نروح نشوف، نروح المتنبي زين، وما نريد يعني نذكر الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، يعني هو صارت عنده شغلة بالمدرسة وذكرناها، قال بابا ليش احنا هيك نسوي سني والشيعي ومدري شنو، قلت له ان شاء الله بابا راح نروح للمتنبي ونقدم رسالتنا. يعني ربما هذه الرسالة حتى لزملاء الطلبة يمكن في المدرسة؟ إن شاء الله، زملاء بالمدرسة وكل العراقيين إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. توفيق إن شاء الله نور حبيبي، أشكرك. شو تقول لمشاهديك بالشرقية؟ شو تقول لهم؟ شكرا عمو. اهلا وسهلا بكم من جديد، نبدا واياكم بفقرتنا الصحيه لهذا اليوم. يحتاج الانسان الى ممارسه التمارين الرياضيه بغض النظر عن عمره او جنسه، وذلك للحصول على صحه جيده وعضلات قويه مرنه تجنبه الام التقلصات والتشنجات والام المفاصل. وطبعا كما هو معروف هنالك انواع عديده من الرياضه التي ممكن ان نمارسها يوميا. اكيد، ولهذا السبب سنتعرف اليوم على اهميه ممارسه الرياضه للاعمار المختلفه وفوائدها للجسم من خلال حوارنا مع الحكم والمدرب الدولي السابق كابتن عدنان جبور. حياك الله، مرحبا بك كابتن. بدايه نتحدث عن اهميه الرياضه للجسم بصوره عامه، ويعني دائما ما نسمع عن أشخاص كثيرين يوصون بالرياضة، وخاصة اليوم العلم والطب الحديث يعني يربط الرياضة بكل الأمراض اللي موجودة في الجسم. أول شيء شكرا على الاستضافة، لأن هذا أهم يعني موضوع مهم جدا جدا، الناس كلياتها مشغولة بمشاكل الحياة، بس فعلا بالنسبة للرياضة هي أساسية بالحياة. أهمية الرياضة تكمن بشوف بعدة شغلات، أول شيء أنا بحددها بكلمة فعل ورد فعل. يعني أنت لما تكون رياضي ردة فعلك لأي مشكلة بتكون مثل لما تكون مش رياضي. جربها، يعني حط مع أي إنسان مشكلة بسيطة، إذا مش رياضي على طول بعصب بنكد بعمل مشكلة، ليش؟ مش لأنه هو هيك، لأنه نقص الأكسجين عنده في الجهاز العصبي هذا اللي بيؤدي لهي المشكلة عنده الموجودة. مش لأنه هو عصبي، هو مش عصبي، بس لأنه هاي قدرته، يعني الأكسجين عنده بسيط، ليش؟ أنه ما بيمارس الرياضة. الرياضة شو بتعمل؟ بتعمل إنها على تعمل على إعطاء أكسجين كامل للعضلات. شو بيسوي هاي العضلات؟ بتريح شيء اسمه الجهاز العصبي، تعرف توترات وضغط وشغل ومشاكل ونكد، وبتعرف يعني حتى المشاكل اللي بتصير حوالينا في الدول اللي حوالينا موجودة كلها ضغوطات نفسية هائلة، غير مشاكل البيت، مشاكل الأولاد والسفر والدراسة، هذا كلياته بيؤدي إلى إيش بالنهاية؟ إلى ضغط على الجهاز العصبي. كيف أنا بدي أفرغ هاي الطاقة؟
لازم أنا أوجد مخرج إلا حتى أفرغ هاي الطاقة كلياتها، إذا عن طريق الرياضة. وهي بتزيد من إفراز كمان هرمون السعادة أو السيروتونين. يعني عليك هذا في عنا الرياضات اللي هي رياضات اللاهوائية وفي رياضات الهوائية. الرياضات الهوائية اللي هي بالهواء، يعني إحنا طول عمرنا أبائنا وأجدادنا كانوا زمان أصلاً يمشوا ركض ومشي، ركض ومشي يعني ما عندهم مشكلة فيها. هسه حالياً طلعي أنت على الناس من البيت كرسي، للسيارة كرسي، للمكتب كرسي، وللمول كرسي. صح. يعني معدل مشيه في هاي المسافات أنا بحسب لك إياها عليك أستاذ علي، يعني أنت لو طلعت من بيتك لتوصل مول لترجع للبيت تمشي حوالي 50 إلى 60 متر إذا شو مشيت أنت فعلا. إذا وبالعلم الحديث بقول لك لازم نمشي إحنا أقل شيء 1600 متر حتى تبلش عنا جسم يستشفي أو يصير يعبي أكسجين يعني حتى أقدر أتجاوب أنا معلم. هو كابتن تعرف شو إحنا حقيقة نتحدث عن أهمية الرياضة اليوم في ظل تطور التكنولوجيا الحاصل اليوم، يعني نشوف أنه الكل يستخدم السيارات اللي موجودة، نلاحظ حتى الشخص لما يدخل البيت ربما يجلس أمام التلفاز وما يتحرك، يعني هذا التطور أثر تأثير كبير على الرياضة وأهمية الرياضة على حياة الشخص. نعم صحيح، إحنا شوف صراحة من بداية ما بلش الريموت عنا بلشت تنوع المشاكل. صح. زمان كان يعني أبوي يقول لي شغل التلفزيون، اطفي التلفزيون، اتحرك. لا هلا ما في. آه هسا ما في، تك 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 20 محطة. هلا حاليا مع التطور اللي صار اكثر هلا بتلاقي لك يا بيجي لابتوب، راح اللابتوب الان صار الاجهزه الذكيه، بيجي من بيته من الشغل برتمي حاله على الكنبايه، سوي لي شاي يا بنت او شغاله، هو مرتمي ماسك الجهاز بخلص شغله وهو قاعد. يعني تخيل انت، انا بدي احسب لك اياها، احنا عندنا قديش اليوم 24 ساعه، عملك بالدوام قديش 8 ساعات، انت 8 ساعات قاعد وين؟ على كرسي، على مكتب، على طاوله، بتخلص منك تروح على البيت، وانت بتقعد على كرسي، لما انتقلت من هون للبيت عشان انتقلت بسياره اذا على كرسي، إذا صفى شو عنا؟ شو عنا صفى؟ صفى عنا كله جلوس 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 جلوس، هذا كله بأثر على إيش؟ لك داخلياً، إيش بتشعر فيه أنت لما تصير مشكلة معك؟ صح. أو رد فعل لما بصير عندك، فرضاً إحنا كلنا بنمشي بالشوارع، بنمشي بقصدي صح؟ لو تعثرت في الأرض، ردة فعل الرياضي لما بده يوقع غير ردة فعل الإنسان العادي، بعرف كيف يوقع، هذاك بوجع على وجهه طوالي، ليش؟ لأنه في عنده توافق عضلي عصبي داخلي صار، لأنه في باور مليان داخلياً. هذا بالنسبه لعمليه ال 24 ساعه اللي احنا احسب لك اياها بالملي، بيطلع لك بس ساعه انت بجوز او ربع ساعه يا دوب مشيت فيهم ومش محسوبات لك. صحيح. طيب يعني سؤالي لك كابتن، يعني احنا في عدد كبير من الاشخاص يمكن بحس مثلا انه في تمرينات معينه للرجال مش مفروض تكون للنساء، وفي مثلا ناس بخافوا مثلا انه لعب الحديد للبنات مثلا بيعتبروه شيء خاطئ او مش صحيح، ممكن نشرح هاي النظريه؟ هو راح اشرح لك اياها. شوفي بالنسبه للرياضه بناء الاجسام خاصه، ودخلت الستات على كل خطوط، يعني هسه احنا صرنا نطالب بالمساواة مع الستات، مش هم يطالبوا معنا بالمساواة. كويس. صارت والله يا صارت صارت حتى الحديد دخلوا عليه، صار يدوروا على السكس باكس ويدوروا على يعني عرفتي كيف. فاحنا شوفي يعني نحكيها بصراحه، كويس، اهم رياضه للست من الرجل، الرياضه للست اهم من الرجل. ليش؟ لانه الانزيمات والاغشيه والعضلات، طبيعه العضله الرجل اقوى من عضله المراه. صح. فيعني لو قالوا ست بتلعب بادي بيلدينج وقويه، قد ما تكون من القوه راح تكون ربع رجل بيلعب بادي بيلدينج، ربع. تمام. ليش؟ لانه اصلا طبيعه جسمها سبحان الله الخالق، يعني العضله مش راح تكبر لهي الحد او لهي، لا هي بتكبر بس في إلها هرمونات. صح. بدخل فيها استرويد، بدخل فيها امور كثيره لي هاي، يعني تكوينها مو مثل تكوين الرجل. مش لا مش تكوين الرجل، لكن هي اهم لها الرياضه من الرجل. ليش؟ المراه اول شيء عفوا يعني بتعرف تتعرض الى امور كثيره، كالبيريود، كالحمل، بصير عندها توسع بمناطق الحوض، بصير عندها اشياء لا اراديه، ترهلات لا اراديه. صح. بس الواحده لما بتخلف، عفوا بالكلمه يعني كويس، لما بتخلف ولا شيء بتقعد سنتين تيرد يبوب جسمها زي ما كان. صح. هي محتاجه رياضه اكثر منك ومني طبعا، لكن هل الناس قادرين يوصلوا هاي الفكره لهاي الست خاصة المجتمعات العربية؟ جسم الرياضية بيرجع أسرع بتخيل. يعني عليكي هلا العضلة المعدة عند المرأة قبل ما تخلف بتكون موجودة، بس هي ما بتوجدها لأنها بتصير حلوة وتنطنط وطرية. لما بتيجي بتخلف ما فيش راحة العضلة، بتقعد فترات من الزمن بتروح بتدور على شفط الدهون أو بتدور على قص أو 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 إلى آخره. فعليا هي لو اهتمت بحالها قبل ما توصل لمرحلة الخلفة أوجدت عضلة المعدة زي ما حكت، فعلا
رندا بعد ما تخلف دغري بترجع بزمن قياسي، يعني بدل سنتين وتاخذ سنه. طبعا تختصر الوقت علي. يعني عليك. طيب نسمع دائما عن اللياقه البدنيه والكل توصي باللياقه البدنيه، اريد نعرف شنو هي اللياقه البدنيه بالمفهوم الرياضي المفهوم العلمي للياقه البدنيه هي ان تقوم بجميع الاعمال اليوميه وترجع الى وضعك الطبيعي بدون جهد. هذا كيف بده يكون؟ بيكون عندك اكسجين. تمام. هيك احنا رجعنا للوضع، يعني انت دائما انه تشدد على او تذكر دائما كلمه اكسجين حتى بالنادي لما تمرن. نعم. طبعا المدرب مالي خلاص. حياك الله. حياك الله. الاكسجين، اهميه الاكسجين دائما يعني تشدد على هذا، هاي المفرده. شنو يعني هسه انت وانت جالس استاذ علي وعم تحكي، بس لانك بتحكي في عندك حوالي 750 الى نص طن عم بتحرك اكسجين عندك، لكن لما تمشي بصير عندك، احنا ما بحكي بالوزن، بحكي بالكم. كويس. لما تتحرك بصير عندك طن حركه اللي هي اكسجين. مشيتك غير وانت جالس. لما تلعب رياضه بتحرك عندك 3 طن اكسجين عم بتدخل للجسم. انت عارف شو يعني؟ يعني عفوا بالكلمه، الاوساخ، العرق، هذا كله مين بشيله؟ الاكسجين. انت كيف عندك باور صار؟ ليش بتعرق بالنادي؟ لما بتعرق معي بالنادي كيف بتعرق؟ شو سببه؟ شو سببه؟ هل جبت مي رشيت عليك؟ لا طبعا. اذا دخل اكسجين زياده في الجسم ادى الى ضغط على المواد، اشياء القذره في الجسم كلها تخرج. وشالها تخرج منك، فصار عندك جسم صحي، فتحت النسمات، صار عندك نفسيه غير. فعلا نفسيه غير. حتى لما تتحمم انت الشاور تبعك بيختلف عن واحد جاي من الشغل واخذ شاور. الماء بكثره وعلاقته بالاكسجين. ايش الماء؟ لانه اسرع وسيله لادخال الاكسجين للجسم الماء. هسا احنا الرياضه اللي حكينا، الرياضه الهوائيه، لما تمشي بالشارع انت وتركض، اللي هي الجري والمشي والركاض، هذول الشغلات بيدخلوا لك الاكسجين من خلال الهواء وانت ماشي، لكن جوا الجيم ما في هواء. صحيح. فهي رياضه ايش؟ عضليه، هارد، قويه، فبتحتاج الى طاقه. كيف بدك الطاقه؟ بدك اكسجين. اكسجين صح. حتى يدخل بسرعه وترد تجدد النشاط وتعطي باور اكثر. تمام. هذا اللي بصير معنا. خلينا نحكي هلا عن الاعمار، يعني اعمار الاشخاص وانواع الرياضه اللي لازم يتبعوها، يعني هل رح يختلف هذا الموضوع؟ انا بنصح طبعا لغايه سن ال 16 يكتمل الرسخ. بالشباب كويس، يعني كرياضه كويس يكتمل الرسغ. معنى اكتمال الرسغ يعني بلشت عنده كل المكملات كرجل، بلشت كشاب تكتمل عنده. فقبل ال 15 ما يلعبش الا رياضه هوائيه بصراحه، يعني اركاض، الكره، المشي، التايكوندو، هاي الامور الخفيفه. اما بالنسبه للحديد وبالنسبه لهي الشغلات بعد ال 16 وبمتابعه مدرب. لانه بعد ال 18 في ناس تكتمل اجسامهم حسب الجسم، وفي ناس بعد ال 21 تكتمل جسمهم. فهي متدرجه حسب الجسم اللي جايك. عشان هيك كان في يعني بيحكوا مرات انه الشخص او الشاب اللي بيلعب حديد بسن اصغر مثلا ما بيكتمل نموه او بضل قصير او كنا نسمع مش بس قصير، هي احنا اخذت كلمه قصير لانه النسوان بحب ابنها يكون طويل. كويس. بس هي الفكره انه فعلا هو مش قصه قصير، هي بأثر على الكلى، بأثر على الكلى. صح. لانه انت عم تضغط على الكلى بدها تفرز شيء انت اصلا ربنا عم بيجهز لك فيه، بده فتره من الزمن، انت استعجلته، يعني انت زي ما بقول استعجلت الرحيل، انك بدك بسرعه تكبر عضلتك. ليش ضغطت على الكلى؟ ضغطت على الرئه، ضغطت على الكبد، ضغطت على كل شيء. الكبد بيفرز عندنا 5000 عنصر حيواني و5000 عنصر نباتي، انت ضغطته بزياده عشان ايش؟ يكبر لك العضله، فصار ينسى بعض الامور الثانيه لانه هذا يركز على العضله. يركز على العضله. هون بصير عندنا نقص. الشاب بعد ال 25 26 بقول لك يا خامل، تعبان، مرهق. ليش؟ لانه ضغط على حاله 6-7 سنوات. عشان احنا لا ننصح فيها. وطبعا احنا الفكره انه لازم نوصل هاي المعلومات للشباب عندنا، بالرغم احنا المجتمعات العربيه 22 دوله عربيه، احنا مجتمع فتي. احنا مجتمع فتي عن جد، احنا اعمارنا من 15 ل 35 بصراحه، ليه مش عم نستغلها؟ عفوا اليابان فوق ال 50، الدول الثانيه كلها بتدور على الاعمار اللي عندنا. ليش احنا بنكون هيك؟ وستاتنا نفس الشيء وبناتنا نفس الشيء. أنا برجع عملية خمول الشخص أو البنت أو الشاب للأهل. للأسرة. إذا الأب يعني عفوا مكرش أو فشو بدك تقول عن الولد؟ يعني بده يقضيها فاست فود سريع وبده ياكل وهي بده تاكل، أولاده بده يتعلموا منه. ولا لا؟ صح. لكن إذا الأب كان يعني جسمه يعني شوف حتى الشاب ومشته يكون أنيق ومرتب، أولاده حتى مرتبين، ليش؟ لأنه أبوهم رياضي. العيلة تكون مهتمة بالموضوع. لأنه بيمنحهم أصلا لا إرادي، ممنوع تاكل، ممنوع كذا، تعالوا خلينا نركض، هيك بصير. هو للأسف عندنا الرياضة مرتبطة بأعمار الشباب فقط، يعني عندنا نظرة أنه الرياضة للشباب خاصة. ولا حتى يعني كبار بالسن أصلا ما لهم علاقة بالرياضة، هي بالعكس المفروض. بالعكس. يا أخ علي إنها عكست. آه صح. أنا بالمجتمع وعم بلف وبشوف الشباب صار أراجيل. صح. سيارات، موبايلات، الكبار مهتمين اكثر. مش فارقه عنده، الكبار صار يهتموا بحالهم بس مع ما اكل الزمن. وانا ما بقول لا، بالعكس، انت معك رياضه ما لها عمر، طول ما فيك حيل تمشي امشي. الرياضه بتخسر؟ لا طبعا بتخسر. بالعكس
انت لو مشيت وركضت وضغطتي في البيت ولا نطيتي شو خسرتي؟ ما خسرتي. اذا شيء جايك بدون مصاري ليش ما اعمله انا؟ هلا انت تكون فتنس وجميل وماشي بالشارع، حتى لبستك وانت ماشي البدله مرتبه عليك منظرك غير لما تكون ولا لا، غير لما تكون الست كمان كرشه قدامها او مرهبطه بتغطي في حالها لهون ولا هون بتخش على، يعني في امور كثيره هي وفرتها عليك الرياضه، بس احنا مش عم بنمارسها بالشكل السليم، احنا ماخذينها انه جيم. الرياضه مش جيم، مش جيم الرياضه. انت لما تطلع من بيتك قبل ما في اقول لك اخر النهار بس بعد القيلوله البس هالبوت شرط والبدله رياضه وقصدك انت ومرتك امشي 1600 متر شو خسرت؟ خسرت شيء؟ اول شيء فرقت يعني مشيتوا لحالكم انعزلتوا شوي قعدتوا تدردشوا مع بعض دول الاولاد، اثنين نفسيا ارتحتوا، ثلاثه الهواء الاكسجين بدخل بجدد في جسمك بجدد يعني نشاط صح تمام يعني. طيب خلينا نحكي شوي عن الطعام او الاكل، يعني كثير نسمع قديش اهميه البروتينات للشخص الرياضي او اللي بيلعب رياضه مقارنه بالكربوهيدرات، يعني انه المفروض الواحد مثلا ياكل كربوهيدرات قبل التمرين او بعد، خلينا نحكي هذا شوي. المفهوم الخاطئ، الكربوهيدرات قبل التمرين خطا. ليه؟ هي لانه الكربوهيدرات تحرق بسرعه بالضبط، كربوهيدرات يعني سكريات فانت لما بتلعب مجرد يعني الكربوهيدرات معقده يعني نحكي هي معقده فيها 100 صنف بس انه هي بالنهايه سكر راح تنحرف، في منها يمتص بسرعه في منها يمتص بسرعه، بس افضل شيء دائما قبل التمرين يفضل البروتينات. ليش؟ البروتين بيعطيك طاقه الى 6 ساعات بعد ما تنهي خذ كربوهيدرات عشان انت اللي ضيعته من سكر يرجع لك بسرعه بعد التمرين يا اخي. بعد التمرين الرياضيين بحكي مش ما هو هذا هو هذا انت هيك بدنا ندخل ندخل في تشعبات كبيره. أنا تصل الفكره انه نشجع على البروتينات وخاصه اذا ما كانت هذا لا البروتينات الموجوده لا لا الاكل الدجاج لا انا اتكلم عن الاكل الدجاج دجاج اللحمه ايش يعني؟ احنا عم نحكي على بروتينات كربوهيدرات لازم يعني نتكلم انه هو اللي يتضمنها الاكلات الفلانيه رائع علي مضبوط تحكي صح. احنا بنحكي على الطبخ ايوه طبخ طبخ اكل البيت اكل البيت مش بروتينات بنشتريها من السوق. هو الشباب اليوم يعني على حجه انه يعني يريدوا لهم فتوى مشجعه على تناول البروتينات خاصه الرياضيين، يعني شوف انه يروح للنادي يتمرن يمكن يعني مده شهر ويريد جسمه مباشره ينتفخ، فهذه هي مشكله. رائع علي بهذا السؤال بهذه النقطه اللي هي انا بشدد على الكلمه هاي انه فعلا احنا مشكلتنا بالجامعه والكليات والمعاهد اللي ما في تثقيف مناسب للرياضه. المجتمعات هاي اللي هي طبعا اكبر تجمع هائل للشباب اللي هي الجامعات والكليات والمجتمعات هاي لو كان فيها ثقافه رياضيه سليمه صح ثق تماما كل مجتمع راح يتغير فعلا، لان هي اكبر تجمعات انت تحكي مجتمع فيه 5000 طالب هذول لما تحكي تخاطبهم غير لما تخاطب انت بس الشارع. يعني ايضا كمان احنا بالفتره الاخيره سمعنا عن الهرمونات اللي بياخذوهم الشباب بما انك تطرقت لهذا الموضوع يعني صار هناك في يعني هو مش 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 انه احنا مع، لكن يعني المفروض يكون ضمن اشراف مدرب، مفروض الواحد يبعد عن هدول الاشياء. رندا حكيتي هرمونات هرمونات خطا ممنوع ياخذوها ممنوع لن مش عم نذكرها حتى على التلفزيون لأن أصلاً خطأ بأي حال بأي حال من الأحوال. هاي المشكلة أنت عم تحكي عن البيئات والمجتمعات واللي بيكونوا فيها الطلاب، هذا الخاطئ هذا اللي عم نحكي عنه بالزبط. صار في انتشار لهدول المواضيع ومش عم بيلعبوا رياضة وما عم بيمارسوا الرياضة بالطريقة الصحيحة يعني عليك يعني عليك بالرغم أنه لو هم شوفي هي في قاعدة علمية بتقول لك العمر الزمن زاد العمر يساوي الصبر، شبابنا مش صبورين مش صبورين كن فيكن بده 3 شهور زي ما قال علي شهر ويكون جاهز وينزل صح. هذا خطا. ما مشكله اصبحت مثلا التجاره هناك اليوم الكثير ربما من المدربين والقاعات اللي تفتح هي تشجع الشباب من اجل كسب اموال. نعم صحيح. انه بتعرف مبالغ يعني طائله انه نعم طبعا طبعا ارقام ارقام عم تحكي عم تحكي ارقام كبيره، انا عشت في هذا وعارف شو الارقام، ارقام كبيره كبيره يعني الواحد بروح بالداين حتى يكمل هاي الشغلات. تمام طيب نرجع على البروتين والكربوهيدرات نرجع على طريقه الاكل واسلوب الاكل، يعني نحكي تفضلي يعني حدا رياضي وحدا مش رياضي المش رياضي طبيعي بده ياكل 3 وجبات باليوم كويس بس بده يحافظ على حاله يعني انه النسبه بسيطه، ويفضل الدكاتره حاليا عندنا بقول لك انت زود الوجبات زود الوجبات التكرار الاكل بس قلل نسبه الاكل وانا نفس الشيء بعملها للرياضيين انه انت لا تاخذ كميه كويس بس زود يعني 5 وجبات يعني 5-6 وجبات بس قليلات جدا ضلك محافظ على جسمك. تمام على كل إن نشكرك كابتن عدنان جبور على وجودك معنا ويعني انت مدرب دولي معروف يعطيك الف الف عافيه. احنا نعتذر طبعا يعني امام الجميع انه ذكرنا المدرب الدولي السابق، هذا كان خطا ومدرب حالي وراح حكم حالي وراح يبقى ان شاء الله دائما في تالق. شكرا لك ولحضورك. الله يهمك بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقه
حلقتنا لهذا اليوم، على أن نلتقي يوم صحف أنا نسيت. طيب ننتقل إلى أبرز ما جاء في الصحف العربية والعالمية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نبدأ من صحيفة إيلاف. أنا؟ أوكي. 3 أكواب من القهوة يوميا تحمي من انسداد شرايين القلب. وجدت دراسة علمية حديثة أن شرب 3 أكواب من القهوة يوميا يساهم في الحد من مخاطر انسداد شرايين القلب، وبالتالي تفادي الإصابة بالنوبات القلبية. فوائد القهوة معروفة لدى الكثير من الناس، لكن الدراسة التي أجرتها جامعة جون هوبكنز بلومبرغ الأمريكية وجدت أن القهوة تمنع تراكم الكالسيوم في الشرايين وتساهم في الحد من الإصابة بالنوبات القلبية. أصدرت اللجنة الاستشارية للمبادئ التوجيهية الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية تقريراً هذا العام يؤكد أن المخاطر الصحية المرتبطة بشرب القهوة بكثرة تكاد تكون معدومة، حيث أن تناول ما لا يزيد عن 5 أكواب من القهوة كل يوم يرتبط بعدة فوائد صحية. وتقول الدراسة أن استهلاك 3 إلى 5 أكواب من القهوة يومياً يقلل من تراكم الكالسيوم في الشرايين، لا سيما أن تراكم هذه المادة هو مؤشر مبكر عن الإصابة بتصلب الشرايين وخطر الإصابة بأمراض القلب. وأشار جولر إلى أن القهوة تقلل أيضاً من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني الذي يعتبر أحد عوامل الإصابة بتصلب الشرايين. ننتقل إلى صحيفة النهار اللبنانية. كثرة النوم تعرضك للسكتة الدماغية. أظهر باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية أن وضع الدماغ في حالة اليقظة يقدم العديد من الفوائد للقلب ونشاط الدماغ، ولكن إن تخطى ساعات النوم 8 ساعات يرتفع خطر التعرض للسكتة الدماغية بنسبة 46%، ذلك بالمقارنة مع الأفراد الذين ينامون حوالي 6 أو 8 ساعات. أجريت هذه الدراسة على 9692 مشارك يبلغ معدل أعمارهم 62 سنة خلال 9 سنوات ونصف، تبين طريقة نوم كل واحد منهم. وفي المجموع كان هناك 986 ينامون أكثر من 8 ساعات في الليلة الواحدة، فيما وقع 52 منهم ضحية السكتة الدماغية، أي بنسبة 5.2% من أعضاء الفريق بالمقارنة مع 3% من فريق الأشخاص الذين لا تتخطى ساعات نومهم 8 ساعات. ننتقل إلى صحيفة بلد الألمانية. حقائق عن حساسية الربيع وكيفية علاجه. تتمثل المشكلة في حساسية الربيع في صعوبة تجنب مسبباتها، لا سيما الحساسية الناتجة عن حبوب اللقاح في فصل الربيع، لكن اتباع بعض الخطوات والطرق العلاجية يساهم على الأقل في تقليل المعاناة، وهو أمر يبدأ بمعرفة حقائق عن هذا المرض الذي يزعج الملايين خلال فصل الربيع. أولى خطوات العلاج تتم عادة عن طريق العقاقير الطبية التي تندرج ضمن قائمة مضادات الحساسية، وتعمل على التصدي للمواد الغريبة على الجسم والتي تسبب الزكام وانسداد مجرى التنفس. وأحياناً يتعين استخدام البخاخ لحل مشكلات التنفس الناتجة عن الحساسية، لكن عيوب أدوية علاج الحساسية بشكل عام هي أن الكثير منها يتسبب في الشعور بالتعب والإجهاد. ينصح الخبراء بتجنب مثيرات الحساسية سواء كانت في عطور أو روائح طعام معينة، لكن من الصعب جداً تحقيق هذا الأمر لمن يعانون من حساسية حبوب اللقاح. وهنا ينصح الخبراء من يعانون من هذه الحساسية بالاستحمام وغسل الشعر جيداً قبل النوم، لأن عدم فعل هذا يزيد من خطورة وصول هذه الحبوب لمكان النوم، وبالتالي سيستنشقها طوال الليل. ننتقل إلى صحيفة ديلي ميل. وتلك المأكولات ينبغي تجنبها في أماكن العمل. أداب التصرف والأتيكيت في العمل ضرورية لتفادي إزعاج الآخرين، للاندماج مع الزملاء وضمان راحتهم، وخاصة فيما يخص تناول الأطعمة المناسبة التي تسبب روائح كريهة. في حين أن البعض يفسر إتيكيت العمل بأنه محصور بالتصرف والسلوك المناسب مع الآخرين، إلا أنه يتضمن أيضا المأكولات التي ينبغي تجنب اصطحابها إلى المكتب وتناولها في المساحة المخصصة للموظفين أو في المطبخ المشترك. من بين أهم الأطعمة التي يجب تفادي تناولها في أماكن العمل تلك التي تحتوي على كميات
كميات كبيرة وواضحة من الثوم والبصل والبيض المسلوق، لأن رائحتها عادة ما تكون قوية وتزعج الآخرين. أما الأسماك فهي الأكثر تسببا بالإزعاج في مراكز العمل. بالنسبة للوجبات الخفيفة أو تلك التي يختارها الموظف للتسلية أو للتخلص من الجوع كالبسكويت والشوكولا وغيرها، فإن الفشار أو البوبكورن من الموانع القطعية في المكتب، لا سيما وأن إعداده يتطلب الميكروويف، وبالتالي فإن رائحته تنتشر بسرعة وفي كل الأرجاء. يعني بعد فقرتنا الرياضية نتحدث عن الشوكولاتة والبوبكورن. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل الختام نذكركم بأبرز ما جاء في حلقتنا من عناوين. بهدف تطوير التعليم في العراق، وزارة التربية تتبع نظاما جديدا يتضمن إشراك طلبة المدارس في اختيار وقت الامتحان الوزاري وجدوله. النسيان هل هو نعمة أم نقمة في حياتنا؟ كان هذا هو موضوع قضيتنا. وضمن فقراتنا المنوعة لهذا اليوم تابعتم طفل في بغداد يتحدى طائفية بعصب عينيه وكتابة عبارات تعبر عن الوحدة على صدره. وفي فقرتنا الصحية تحدثنا عن أهمية ممارسة الرياضة لجسم الإنسان للحصول على جسم سليم ولياقة بدنية عالية. نشكركم جميعا على حسن متابعتكم لحلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بمواضيع متعددة. نشكر المدرب الدولي عدنان جبور، شكرا جزيلا لوجودك معنا مرة جديدة. علي شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. نلتقيكم غدا بحلقة جديدة وفقرات جديدة ومنوعة ومشوار جديد في منتصف النهار. إلى اللقاء.